السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس، اموركم مزيانه؟ اش كتعاودوا؟ والله العظيم البنات الا توحشتكم بزاف بزاف، قلت ضروري خصني نصور شي فيديو الله يجعلو يكون كيف ما كان. المهم نتشاركوا معكم وهكا نهضر معكم شويه ونشوفكم وتشوفوني. ايوا كي درتوا؟ اش كتعاودوا؟ صحيحه والامور؟ بديتوا تقيدوا الوليدات في المدرسه ولا مازال؟ المهم التقييد راه ما بقى لي والو البنات. في لو 15 ان شاء الله غيبدا التقييد ديال المدارس. انا اختي غبرت، راكم عارفين الصيف كيغبر، كنوليو نخرجوا اصلا ما كتكونش فيه المشاهده، وبنادم كيخرج بنادم كيجيو عندك الضياف، كتكون عندك الدار عامره، يعني الوقت اللي غادي تصوري فيه راه ما كيكونش البنات كيف ما كنعرفوا كاملين. ويوتيوب خصك تعطيه وقته، يعني ماشي شي حاجه اللي هي سهله. ايوا هنا كيف ما كتشوفوا معايا درت نيو لوك. اختي كان عندي 600 لون في الشعر البنات، خرج ليا شيب ولا عندي الماغون الفوق واللون الاصلي والماغون، عرفتي زعما واحد الخيلوطه ما نقولش لكم. من بعد مشيت لهذا الصالون هذا، قلت شفتو في الانستغرام، قلت غنمشي ندير واحد النتيجه اللي انا مشيت عليها بصراحه، ولكن ماشي هي اللي خرجت ليا، ولكن المهم على العموم نتيجه ما بيهاش. المهم نتوما اللي غتعطيوني الراي ديالكم فيها. صافي هنا كان ملي مشيت عندهم قالوا لي اول حاجه خصنا ندير ليك هي ان نوحد لك اللون. صافي وحدوا لي اللون، داروا لي ماغون، يعني ماغون شويه مفتوحه على لاباز ديالي، ومن بعد داروا لي يعني ديماش هكا خفافين. صافي مني ساليت جيت للدار، الصراحه ما كانتش عجبتني النتيجه 100%، وعاود رجعت عندهم مره ثانيه وعاود تاوتيني درت ميشات اخرين فوق من هادو اللي كيبانوا لكم دابا. المهم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نوريكم النتيجه الثانيه، ومني مشيت نيت تقطعت عندهم حتى شعري وكل شيء. ان شاء الله غنتشارك معكم كل شيء في الفيديوهات الماجيين، وغتعطوني الراي ديالكم، انا راكم عارفيني مع الراي ديالكم يعني كنحتارمو وكيعجبوني هكا نتشاور معكم، كنفرح ملي كتعطوني الاراء ديالكم. المهم تقولوا لي رايكم كيفاش جاوني لاماش، خلوا لي في التعاليق قولوا لي واش اللون المغلموق حسن ولا هاد الشهوبيه جاتني حسن. المهم نتسناكم البنات التعاليق. هنا كيف ما كتشوفوا جيت مني جيت والو ولادي قالك بغينا كلاص، قلت لهم اجي طلبتو غير الموجود، يعني اسهل كلاص غادي نتشاركوا معكم البنات. هنا درت نسيترو ديال الحليب اللي كنت سبق لي درتو في المجمد حتى بدا كيتلج، درت معاه هنايا واحد الساشي ديال الكلاص، لاموس ديال الكلاص، انا خديتها غير الفاني باش هكا نكها انا كيف ما بغيت. صافي من بعد ديت كنطلعها، خصكم تصبروا معاها راه ما كطلعش دغيا دغيا، يعني خصكم واحد 10 دقائق وانتم كتطربوا فيها، يلا هي اللي كطلع وما كتبغيش تكون طالعه بزاف، يعني غير شويه باش كتجيكم ديك لاموس ديال الكلاص اللي كيجيكم كلاص زوين وما كيجيش قاصح وما كتحسوش براسكم كتاكلوا غير الثلج. نصيحتي لكم انكم تجربوا هذا الكلاص البنات، راه كيجي خطير، اللي كلا عندي كيعجبو بزاف بزاف بزاف. المهم هنا غنزيد عليه جوج ديال دانات كراميل، ممكن نتوما ديروا اي نكهه بغيتو، انا هنا نكهته بنكهه الكراميل، وغندير حتى الفلون ديال الكراميل باش كيجي داك اللوغو ديال الكراميل كونسونطري في الكلاص. المهم بغيتو ديروا نتوما الشوكولا غادي ديروا عاوتاني جوج دانات الشوكولات، وغادي تزيدوا فلون ديال الشوكولات، يعني اي حاجه فريز عاوتاني غديروا جوج دانات ديال الفريز داك بتي سويس وتزيدوا معاه فلون ديال الفريز، يعني نتوما كتنكوا كيف ما بغيتو. انا هنا درت لهم غير شكل واحد، من بعد ان شاء الله غنبدا نصاوبوا لهم كل مره لانهم حماقوا عليه وما بقاش عندي البنات، والله الا حماقوا عليه. صافي قلت غادي نعاودوا لهم ان شاء الله، نبقى نتشاركوا معكم الا بغيتو بطبيعه الحال. صافي هنا غندير لي اوريو، كيجي واحد ماشي اوريو، اوريو هذا ايو ديال درهم، كيجي عاطي الشكل بعدا شكل راقي، غتشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو، وحتى المذاق كتحسي براسك كتاكلي شي حاجه مغايره في الكلاص. صافي هنا غنفرت جوج باكيات خديتهم بدرهم زدتهم، يعني هذا الكلاص كامل راه ما غيكونش فايت 20 درهم، كلاص عائلي راقي زوين بنين، وديروا حتى لضيافكم علاش لا، وتصبخوا وليداتكم حتى هما ديروه ليهم دابا قبل من يعني من حتى تصودات البنات غير جربوه. صافي هنا زدت فلون ديال الكراميل كيف ما قلت لكم، وهنا غادي نحرك كلشي وغادي نديروه في المول اللي بطبيعه الحال غنغلفوه من قبل بالبلاستيك الغذائي. صافي هذا ما كان. ايوا قولوا لي البنات جيتكم ان شاء الله يا ربي، كنتمنى نجيكم بطاقه زوينه وبالحماس، ما نكذبش عليكم وليت كنحس من كنبغي نصور ولات كتجيني حاجه اللي هي ثقيله بزاف بزاف، واخا كيكونوا عندي فيديوهات مصورين كنعكز عليهم باش نمونطيهم، سيختو ما كان سالي، وش والله العظيم ما كان سالي، ماشي غير نتوما يعني البنات، حتى انا بحالي بحالكم ملي كتفيقي وانتي جري عليا نجري عليك، والبروغرام مخربق، ما كنعسوش في الوقت، ما كنفيقوش في الوقت، راكم عارفين يعني بلا ما نقول لكم داكشي اللي كتعيشوه اختي كنعيشو حتى انا معاكم، يعني فاش تشوفوا شي يوتيوبرز هكا كتصور لكم يعني
شي فيديو الدار نقيه والكالم وداكشي اختراع غير نهار فشحال فين كنقدر نصور داك الفيديو بحال هكاك. اما في الاغلب ديال الاوقات راه ما كتساليش ما كنساليوش، وليدات باغيين يمشيو للبحر، عندنا يعني كنفيقوا معطلين، كنفطروا معطلين، الغدا معطل، كلشي كلشي مرول. ايوا هذا ما كان اختي. صافي هنا خويت الكلاص ديالي في المول من بعد ما غلفته مزيان 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 بالبلاستيك باش يجيكم ساهل انكم تحيدوه من المول. وهنا كتبداو تشدوا المعلقه وكديروا بنفس الطريقه، كتبداو ديروا المعلقه بحال هكا حتى كتحسوا به يدخل هكا للجنيبات عمر ودوك الفراغات اللي كيكونوا في الجناب وكلشي. المهم الا بغيتوا يجيكم عالي ديروا مول صغر من هذا. انا هذا يمكن عندي فيه 30 سنتيم يعني كبير صراحه، جاني كبير وكلاص جهماوي وعائلي وراقي في الشكل ديالو. صافي هنا غادي نغلفو من الفوق باش منين نديرو في المجمد ما ياخدش ليا الريحه ديال الماكله، يعني ما يشدش ليا الريحه ديال الفريكو. وصافي غادي ضروري تخليوه يبات ليله كامله وحتى الغد ليه عاد تجبدوه وتزينوه باش ما بغيتو. انا هنا درت لكم كلاص اللي هو راقي ولكن رخيص بالمقارنه مع لي كلاص اللي كنشوفوهم، يعني اللي فيه النوكه ديال اللوز واللي فيه بزاف ديال الحويجات. الا بغيتوهم البنات خليو لي انا في التعليق راه نتشاركهم معكم ما عندي حتى مشكل. صافي من بعد ما كيبات ليلى كامله في المجمد غنحيد لي داك المول. شوفوا لي دغيا دغيا كيتحيد ساهل ماهل. صافي هنا البلاستيك شوفوا لي راه مغلف ملمط مزيان مزيان باش ما يشمش لكم نهائيا الريحه ديال الثلاجه. ودابا غنحطو في هاد الطبيسيل هذا حتى هو نيت ديال هكا كيدور ديال الكلاص ديال الطارت هكا. ايوا صافي اختي شوفي لي الكلاص جا زوين 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 بزاف وجا واحد البنه راه ما نعاودش لكم، راه ما بقاش نشكر لكم فيه حتى تجربوه. المهم غير قبلوا لي على هذا المونتاج، راه الصداع ديال الدراري ما لقيت كي ندير البنات، لا جيت نتسنى حتى ما يكونش صداع عمرني ما غادي نقدر ندير لكم المونتاج اللي فيديو. صافي هنا خديت شويه ديال اللوز اللي ايفيلي وهكا حمرته شويه في المقله وصوبت واحد الصلصه ديال الكراميل جات خطيره يا البنات. عرفتي راه ما نقولش لكم غادي نتشاركها معكم، ما بغيتش نديرها دابا باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، غير بسنيده وغير بكاس الماء، يعني كتاخذوا سنيده وكديروها في المقله وكتخليوها حتى كتذوب على بوطه مهينه لو تردو معاها البال باش ما تحرقش. من بعد كتزيدوا على كاس ديال الماء مع التحراك المستمر. من بعد ملي كتزيدوا داك الماء كيتحجر لكم البنات السكر، كتخليوه حتى كيبدا يذوب وكتزيدوا عليه جوج دراهم ولا ثلاثه على حسب نتوما شحال بغيتوا ديروا ديال الشوكولاته الابيض. صافي كتحركوا هادشي مزيان على النار اللي كتكون مهيله وكتطفيو البوطه وكتخليوه حتى كيبرد كيولي على هذا الشكل هذا. زينتو انا باللوز ايفيلي بالكراميل جا واحد البنه وواحد اللذه، وداك الكراميل عطى واحد لوغو خاص 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 ما نكذبش عليكم. جربوه وردوا عليا البنات في التعاليق. وهنا غادي نقطعوا لكم، خليوكم معايا ما تشوفين وقولوا لي في لي كومونتير كي جاكم الشعر يا البنات. هو اللي كنتسنى النتيجه ديالو انكم تقولوا لي واش جاني زوين ولا نرجع المارو. انا ماشي هي ديك النتيجه اللي بغيت، ولكن على العموم صافي ما عندي ما ندير دابا، راه غيدوز وقيتو وغادي يحيد. ايوا هذا ما كان. صافي هذا هو الكلاص وهذاك هو الشعير. اختي تخليو لي في التعاليق قولوا لي كي جا. وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم وكنبغيكم بزاف، خليتكم في امان الله وحفظه. كانت معكم هاجر من قناه ام ريان. بسلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.